حبايبي جريد فور كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عندنا فاينل ريفيجن فيرست تيرم 2023. هنبدأ بحاجة كل الطلبة بعتولي وقالوا لي يا مستر الاوردر اوف اوبريشن احنا مش عارفين. تعالوا نمشي كده واحدة واحدة، كل واحد بعت لي حاجة انا منفذها له بداية من النهاردة ريفيجن. لما تلاقي ديفايد، لما تلاقي ماينس، بلس، تايمز، كلهم في نفس المسألة، وكمان في البرانتسيز اللي هم القوسين، أبدأ بمين؟ تعالوا كده مع بعض نشوف. حبيبي لما تيجي تبتدي بمسألة زي كده أول حاجة تسأل هو أنا عندي برانتسيز ولا مش عندي؟ يبقى هو ده اللي أبتدي بيه. طب أدخل جواه في إيه؟ اهدى في ماينس. يبقى اعمل الاول الماينس كمان مره يا مستر. لقيت ديفايد ولقيت ماينس وكمان ماينس وكمان في البرانتسيز البراكت، تقول لنفسك ابتدي بمين؟ اول حاجه ابتدي بالبرانتسيز. يعني ايه؟ يعني ادخل جواهم الاول. لو كان جواهم بلس اعمل بلس، جواهم ماينس اعمل ماينس، جواهم ديفايد اعمل ديفايد، جواهم بلس اعمل بلس. حد عنده سؤال؟ يلا نلعب. يعني انت قصدك يا مستر التوينتي فور، انا قلت يبقى ان شاء الله ملناش دعوه بالتوينتي فور وادي الديفايد. هندخل جوه فور ماينس وان، حلو خالص، واكمل ماينس. يبقى اول حاجه في الاوردر اوبريشن ان انا لقيت البرانتسيز، لقيت البراكت، اشتغلت جواه اهو. طب وال24 سيبها دلوقتي. بعد ده بسال، تسال في ديفايد ولا تايمز؟ بص هنا ما تبصش عليا، في ديفايد او تايمز؟ في ايه؟ يبقى انا هبدا بالديفايد. يبقى الديفايد او التايمز اللي يجي قبل الثاني، ده الخطوه الثانيه 24 ديفايد 3. اقول ايه؟ ادخل تيبل 3، يا 3 اعمل لك تايمز كام عشان تديني 24؟ هي مريم. طب نفكر تاني. شكرا. يبقى هنا 8. بص بقى معايا، احنا لسه معانا مين؟ كمان مره. يبقى الاول يا مستر اشتغلنا جوه البراكت، بعد كده يا مستر كان في ديفايد اشتغلنا الديفايد، لسه برضه في ماينس اهي. هكمل 8 ماينس 2 6. حد عنده سؤال؟ طب يا مستر انا مش فاهم، ينفع تقول واحده ثانيه؟ الناس الحلوه دي ممكن تصحصحوا معايا؟ امينه تعالي كده سيكه، يلا يا امينه عشان خاطر يا بابا. ممكن مش ادم لو كنت فهمت ازاي احل دي. انا معايا بلس ومعايا تايمز ومعايا ماينس، ابتدي بمين؟ تايمز. الله عليك يا مستر. في بلس اقول له لا، انت قلت اول حاجه برانتسيز، مفيش، يبقى تايمز او ديفايد. في اهو، يبقى اشتغل بده. يبقى يا مستر هل هنلعب مع الايت؟ لا، يبقى ماليش دعوه بالايت. هو يا مستر انا لازم اكتب الحل؟ ايوه لازم تكتب الستبس. يعني انت حليت ازاي؟ ايت. بص بقى، وادي بلس، اعمل دول الاول 2 تايم 10 20. شكرا. واكمل ماينس. لغايه كده في مشكله؟ لا، لسه معايا بلس وماينس. اقول له المستر قال لي دي اول خطوه، تاني خطوه، تالت خطوه، بلس او ماينس اللي يجي قبل التاني. مين اللي جه قبل التاني؟ البلس. شكرا. يبقى اعمل البلس. عملت البلس. بعد كده ادي الماينس. كمل يا ادم عشان تبقى خدت مسالتك كامله. 27. الله عليك. حد عنده سؤال؟ حبايبي وادي كمان واحدة تانية عشان يبقى بدل الواحدة خدنا تلاتة. ها بص كده، تايمز وماينس وبلس،
يلا فكر. المستر قال لي كذا كذا كذا. اول حاجه اسال، ها مالك؟ ها الله عليك، ابتدي بالتايمز. شكرا يا مالك. يبقى يا مستر ما عنديش برانتسيز، ما عنديش براكت، في تايمز الاول، يبقى ابدا بالتايمز. يلا نلعب. 5 تايم 6 30. معلش مالك معانا على التليفون، بص معايا، ودي ماينس 4 ودي بلس 3. يعني يا مستر اعمل التايمز ما اروحش اعمل لدول بلس؟ لا يا حبيبي، خليك فاكر انا ببتدي من الليفت، ببتدي من الليفت اهو. اول حاجه قابلتني تايمز بدات بيها. بعد ما كتبت الانسر انا برضو جاي منين؟ من الليفت. قابلتني ايه؟ الماين. قابلتني الماينس قبل البلس. يا رب تفهم، انا جاي من الليفت، خلصت التايمز اللي قابلتني بعد التايمز. حاضر يا داليا، ها الله، اعمل ماينس. بص خطوة في خطوة. بعد كده برضو انا جاي من الليفت. انا حبيبي عايز اتعلم انك بتفهم، مش يوم ما بتكلفت وتكاوت. خلاص يا مالك نكمل مع داليا. دلوقتي ايه اللي بقى لنا؟ شكر الله سعيك. ادي يا عم ثلاث افكار عن اوردر اوبريشن لو حد عنده سؤال. حبايبي عندي شكلين، ممكن الشكل ده اللي هو موديل بار وممكن ما يجيش موديل بار. امال يجي ازاي؟ بص يا قمر الليالي، بص حبيبي، يجي يقول لي كده 6 7 8 بلس سي ايكوال 1087. ممكن تيجي دي او دي. ده حبيبي اسمه ميسنج. ده اسمه ايه؟ ميسنج. ده مش كده وبس، شايف دي؟ ممكن تيجي حاجة تانية، سي بلس 6 7 8 ايكوال 1087. يبقى بص بقى الشكل، ممكن تيجي بار، وممكن تيجي السي بعد النمبر أو السي قبل النمبر، التلاتة دول زي بعض. تاخد المفاجأة؟ ممكن تيجي حاجة تانية؟ يلا عشان نخليكم كده ما تبقوش مخضوضين. ويحط لي سبيس. ايه ده؟ يعني دي او دي او دي؟ ايوه يا عم، كلهم يتحلوا بطريقه واحده. ثواني يا عمر. بص يا حمزه، زمان وانت في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 كنت اقول لك لما يبقوا دول ايه؟ جنب بعض. جنب بعض، كلوز. دي ايه؟ بلس. اعمل. ولو كانت ماينس؟ بلس. شكرا. ولو كانت تايمز؟ ديفايد. والديفايد؟ تايمز. تاني اسمع وتعلم، حاول النهارده تفهم وتركز. موديل بار في لتر سي، ده ميسنج يا مستر. او اديتك ايكويشن وفي سي، برضه ده اسمه ميسنج. طب لما يبقوا النمبرز جنب بعض هعمل ماينس. النمبرز فوق بعض وجنبيهم هنا لتر، برضو هعمل ماينس. حد عنده سؤال؟ متأكد؟ يبقى حضرتك هتيجي تقول ادي 1087 هماينس منها 6 7 8 وتخلص المسألة. طب يا مستر كمل. تروح جاي حضرتك تعمل درافت. تعمل ايه؟ درافت. يعني اجي كده على جنب؟ يا مستر مفيش مكان، حاول تزنى. واروح جاي اكتب ال 1087 وادي ماينس، وادي يا مستر ابدا من الوانس. ايوه اتعلم طريقه الحل النهارده بالزياده. يلا مين عايز يكمل معايا؟ طب معلش سؤال حمزه عشان نخلص من حمزه. يلا يا حمزه ابدا بال 1؟ لا. امال ابدا بايه؟ يبقى بلس ماينس تايمز. ابدا بال 1. لو هعمل بلس ابدا من الوانس، لو هعمل ماينس ابدا من الوانس، لو هعمل تايمز ابدا من الوانس. الديفايد لا، هي دي الوحيده. يلا نكمل. يا حمزه ازعل، اسمها 7 ماينس، لكن ال 8 كانت تنفع. انا بسمع. يبقى 7 كانت بي، يبقى هناخد من ال 8، فال 8 تبقى 7. لازم اكتب ايوه، وهنا تبقى 17. يلا يا امرايا
نعمل count after 8 to reach 17. اعد بعد ال 8 لغايه ما اوصل لل 17. 9. شكرا حبيبي. يلا 7 minus 7. شكر الله سعيك. يلا بقى 0 minus 6. الله باي باي يا 1 بقت 0 وهنا بقى 10. 10 minus 6. معانا حمزه حبايبي على التليفون، حضرتك تيجي تقول له يبقى خالته سي بقت ب 409. ادي حبيبي الموديل بار بكل افكاره. يا مستر بدانا في حاجه ثانيه اسمها 3 و 5. اي 2 نمبرز، اي 3 نمبرز، لما اقول لك فاكتورز لمين تعمل ايه؟ بالراحه وفكر. اديتك 2 نمبرز او اديتك 3 نمبرز وبقول لك دول فاكتورز اوف مين؟ اعمل ايه؟ استنى يا حمزه، عايزين الباقي يفكر. مالك رفع ايده؟ دوريان عارفها؟ طب تعالى افكرك، نسمع داليا. طب استني، عارفه انت كنت اقول الوان؟ لو بقول لك الكومن فاكتور اوف اول نمبرز وجايه، فكري تاني. مريم الله عليك، عملت ايه؟ الله الله الله، نسمع زميلتكم. لما اقول لك فلان وفلان فاكتورز تقول لي اعمل لهم ايه؟ طب لو كانوا 3 نمبرز؟ بس حبيبي يعني هنا 3 تايمز 5 ايكوال 15 اللي هي الاجابه اللي بيقول لي عليها الراجل البرنس دي. نقول تاني، اداني 2 نمبرز قال لي فاكتورز اعمل لهم. طب اداني 3 نمبرز وبيقول لي دول فاكتور لمين؟ اعمل لهم تايمز. حبيبي اتعلم ازاي تحل عشان انت بتبقى لوحدك بعد كده، محدش هيساعدك. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نقول كمان، نقول كمان 2 3 5 فاكتورز، فاكتورز لمين؟ اقول له اخد ال 2 اعمل لها تايم 3 اعمل لها تايم 5 بس كده. اقول له بص بقى انا راجل غلبان، اخد ال 2 مع ال 5 اشمعنى؟ عشان 2 تايمز 5 10 و 10 تايم اي نمبر وتزيرو ودروب ذا نمبر. افتكر كل حاجه كنت بعلمها لك عشان تبسط لك الحال. حد عنده سؤال؟ متاكدين؟ طب يلا بينا نكمل. بيقول لي اريا اوف سكوير. بص بقى يا عم، انا خدت اريا اوف سكوير واريا اوف ريكتانجل. حد فاكر الرول بتاع الاريا اوف سكوير؟ مريم رفعت ايديها ونزلتها. نسيتي؟ مش مهم. احمد حسام اس تايمز اس تايمز اكسلنت. سايد تايم واروح ادور. استنى بقى يا مستر، فين الكلمه دي؟ بص اهي جديده. لا مش جديده، اتسلف يعني نفسه. يبقى هنا ممكن كنت اكتب سايد لو جاتني كومبليت. طب في التشوز موجوده كلمه ايه؟ اتسلف. نقول تاني؟ متاكد؟ نقول تاني. لو قلت لك انا عاوز الاريا بتاعه الريكتانجل هتقول لي ايه؟ لا 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 اريا اوف ريكتانجل. الله عليك يا ولد، ال تايم دبليو. لكن اريا بتاع سكوير بص بقى سايد تايم سايد صح، اس تايم اس هي هي. ودلوقتي ممكن الاقي كلمه اسمها يبقى هي برضو نفس الاجابه. نقول تاني حبايبي، بنغير في شكل الاسئله. معانا زياد زميلكم اول مره يحضر، مش عارفين ايه الاخبار. بيقول لي اقرا كده السؤال. ذا بليز فاليو. انت اسمك زياد حبيبي؟ طيب بليز فاليو بتاع مين؟ في النمبر ده. يلا كده حبيبي ايه؟ علي صوتك. الله عليك. طب هي موجوده؟ 10,000. نلعب بقى في نفس المساله وندي سؤال تاني. لو جيت قلت لك فاليو بس بتاعه الفايف هنا، حد فاكر؟ ادم انت جاوبت وجاوبت كذا مره، حبيب قلبي مريم جاوبتي، مش كل واحد اللي جاوب ما ترفعش ايدك لغايه ما الكل يخلص. وانت جاوبتي وانت جاوبت. طب قول يلا. هنعمل 1 2 3 كوما الله لحد ما نوصل لل
وصلنا للفايف. ما يا عم انا عايز الفاليو وانت ما جاوبتش برضه. ايوه كده. لا هتقول لي اد الفايف وقبل منها 4 ديجيتس يبقى 4 زيروز اهي. يبقى في فرق بين فاليو وبليس فاليو. صح صح حبيبي والنبي بطل لعب عشان ربنا يكرمنا. دخلنا في لعبة تانية تعالوا نشوفها. احنا خدنا حاجة حبايبي اسمها باور اوف 10. يعني لما اعمل تايم 10 طب تايم 100 طب تايم 1000. معانا احمد اخو هشام قاعد ورا في الطراوة. فاكر دي امرين؟ طب قول يا حبيبي. لا مش عايز تحت بعض لان دي فيها زيروهات يا برنس. معلش برضو احمد اخو هشام نزل ايدك يا ابني. ها طيب بص يا بابا لو معايا 1 0 ايوه كده اتعدل. اه ضربتهم يا بابا هم اضربهم في الخلاط. و 4 تايم 3 ايكوال كام ولا انا اللي احسب؟ بس يا بابا وغلاوتك صبرك عليا لما اخلص الحس. اهو بيعد على رجليه. عيب بس يا ولد. احمد ها؟ شكرا حبيبي. ماشي يا حاضر. الناس اللي جايه نايمه. بس خلاص ما قالش تاني اسكت انت ما تبقاش سوسه. بس يا ولد. يلا ندخل على مجموعه تانيه ونسال سؤال صغير عشان الحاجه اللي نلاقي نفسنا عارفينها ها؟ يا ريت ننجز بسرعه. أمينة، إيه المسألة دي يا أمينة؟ أمينة هتعلي صوتك يا ريت. بلس الحمد لله على السلامة، بنعرف نعمل بلس؟ طب أروح أعمل درافت وأحطهم تحت بعض؟ يا عم بقول أمينة وأمينة هتطلع صوت إن شاء الله. يلا يا حاجه أمينة، حبيبي حبيبي حبيبي. دور دور. هي يا أمينة. حاضر يا مستر. أمينة معلش مكسوفة يا إخوانا فإحنا هنعمل مكان أمينة. وادي البلس. هتعلي صوتك يا أمينة ولا هتنامي؟ طب أبدأ ب 4 بلس 3. طب يلا يا أمينة. شطور أمينة بادئة من الوانس بس صوتها يا إخوانا مش مسموع. انجزي. ونيرو ونيرو ونيرو. ونيرو ونيرو. ادي عليكي بايه؟ ادي عليكي بايه؟ يلا نيكست. عندنا اصعب سؤال ممكن يقابلك. اصعب سؤال. بس ولد ولد دوريان عشان اصعب حاجه. انت قاعده ولد. اي نمبر تايم زيرو ايكوال زيرو. شكرا. اصعب اصعب سؤال. اصعب سؤال. امينه على التليفون. بصوا بقى مين اللي بيخبط؟ في حد ما لقى يرزع. ما علينا هعمل نفسي ما سمعتش. يلا يا حاجه انت شايفه المساله؟ طب هتقولي ولا اقول انا يا امين عشان مش هنضيع؟ يا استاذه مريم ثواني يا دوريان نزلي ايدك عشان مش شايف. حبيبتي بسم الله انا مستنيكي. بيقول لي اور وهنا منت. الاورايه الواحده فيها كام منت؟ الله عليكي 60. طب دول كام اورايه؟ حلو يبقى عندي حاجه من اتنين. يا اما اقول 3 تايم 60 يا اما لو انا غلبان زي حالاتي هقول 60 بلس 60 بلس 60. انت حر. الاورايا الواحده ب 60 معايا 3 يبقى اعمل تايم 3. طب انا ما بعرفش اعمل بلس. في مشكله؟ يلا بينا. ها يا بابا هنا في زيرو بوت زيرو. اول حاجه لما الاقي في التايم الزيرو بوت زيرو في الديفايد زيرو بوت زيرو. حبايبي نسمع قلنا نبقى محترمين. و 3 تايم 6 هي يا مرايا 18. الله عليكي. واروح ادور على الانسر. يا رب ناخد بالنا عندنا مجموعه افكار حلوه عايزين ناخدها كلها ان شاء الله. دخلنا على فيلم جديد. ايوه بص يا عمر الفيلم بتاع النهارده حلو خالص. بص الراجل الجميل ده بيقول لي اريا اوف ريكتانجل. ايه ده؟ مش احنا لسه قايلين الفورمولا؟ لسه قلنا الرول؟ اه نزل ايدك يا عمر عشان الواد اللي ورا مش شايف. حاضر يا حمزه. حبايبي اريا اوف ريكتانجل. معانا فريده على التليفون رافعه ايدها من بدري. اريا اوف ريكتانجل شطوره. ليف تايمز ويتس. برافو عليكي.
هنزل البي تي اي بابا. بعد كده هنروح نمشي في المساله. طب انت مديني اللينف، برافو عليك يا فريده 2. طب انت مديني الويتس، شطوره فريده 10. فريده هتقول تاني عشان انتوا ما سمعتوهاش، بيقول لي كلمه اريا. انت اسمك فريده؟ طب حبيبي اريا اوف ايه الرول؟ شطوره. امشي بقى شويه، هل مديني اللينف بكام؟ مشيت كمان شويه 10. رحت جاي اقول بقى بعد ما اكتب دي يبقى 2 تايم 10. استنى بقى مستر، هنا في حته انت ما بتاخدش بالك منها. ايه دي بقى؟ بص لليونتس، بص الكلمه دي. استنى حبيبي واسمع الكلام. ايه موضوع اليونتس ده اللي ممكن يخليك تغلط وتنقص درجه؟ يا مستر هنا كاتب لي دي ام وهنا كاتب لي سي ام، ما يلعبوش مع بعض. تاني انت راجل برنس وهتروح جاري 2 تايم 10. ازعل منك. اوعى تنسى اللي بقوله النهارده. يونتس، يونتس يعني لازم. دي سي ام يبقى لازم دي بالسنتيمتر، دي دي ام يبقى لازم دي بالدي ام الدي سي متر. طب الاثنين مش زي بعض، اخد الكبير. مين الكبير، الدي سي متر ولا السنتيمتر؟ ازعل منك. الدي سي متر يا مستر. ال1 ديسيمتر بفكه ب 10، يبقى انت كام؟ 20. 2 ما تبقيش 2. 20. الله عليك، ادي فكره المساله. تاني انت راجل زي السكر بس متسرع، مش هتبص للحروف الصغيره دي. دي هي فكره المساله، فلما تلاقي سنتيمتر وديسيمتر ما يلعبوش مع بعض. واحد في اولى ابتدائي ما يلعبش مع واحد في ثانوي. طب ده ديسيمتر وسنتيمتر ما يلعبوش مع بعض. يبقى انا خدت الديسيمتر الكبير صغرته، فالديسيمتر افكه ب 10. طب دي 2 افكها. يلا بقى نلعب، هنا معاك زيرو وهنا مع زيرو. يا حبيبي معانا فريده حبيبتي، معانا فريده حبيبتي، معانا فريده يا طنط. يبقى ادي 2 زيرو و2 تايم 1 ب 2. واوعى تنسى سنتيمتر سكوير مسألة سهلة بس حضرتك هتتسرع. طب هتتسرع ليه؟ عشان ما بصيتش لليونتس. لازم تقول اليونتس لازم يبقوا زي بعض. مكملين حبايبي؟ اتعود تقرا السؤال مرة واتنين، ولما تيجي تحل تشوز بلاش تعمل لي سيركل، اعمل اندرلاين. ولما تمسك ورقة الامتحان ابتدي باللي انت عارفه، اللي فكرته مش على بالك سيبه وخلص اللي تعرفه وبعدين ارجع كمل. The smallest 10 digits number is، احنا خدنا 10 digits اه، وخدنا 7 digits اه. طب يلا بينا نلعب. احمد اسامة 1 مليون. 1 مليار، شطورة. طب ينفع اكتبها حاجة تاني حبيبي؟ اه لا. اه مليار. استنى بس، 1 واحط معاه كام؟ زيرو. ايه 9 زيرو. اصل الراجل ده ممكن يقول لك ايه؟ المليار عنده كام ديجيت وعنده كام زيرو؟ الراجل ده عنده كام ديجيت وعنده كام زيرو؟ لما اقول لك المليار دي كام ديجيت؟ 10. لما اقول لك كام زيرو؟ 9. ادي ثلاث اسئله حبيبي ممكن يجوا لك على المليار. نفس الكلام بدل المليار مليون. يا مليون انت عندك كام ديجيت؟ 7. يبقى المليون عنده هنا 7 ديجيت، عنده كام زيرو؟ 6. اوعى تنسى الكلمتين الحلوين دول. حبايبي الناس اللي بتخاف من الديفايد ولونج ديفيجن، يا عم ما تخافش يا عم بالراحه. انا هاخد النمبر ده على جنب اللي هو اهو يا عم، هعملها لك بالديفيجن الطويله اللي انتوا خايفين منها اهو. افهم حبيبي الديفايد ده يقول لي ايه؟ يقول لي الاول انا ابتدي من الليفت، يبقى ده الدرس الوحيد اللي ابتدي من الليفت. انت كام ديجيت؟ 1. يبقى اخد 1 مع 1. بس قبل ما اكمل اسمع يا بابا، لما اقول لك 3 6
3 ديفايد 3 ايكوال. الراجل ده ليه اسم، اوعى تنساه. طيب ها حاضر، ها حد عايز يقول؟ شكرا مالك، معلش حبيبي معلش حبيبي. والراجل ده ليه اسم دوريان، ديفايزر. شكرا. لسه برضه ممكن اسئله تاني؟ اه حبيبي، انا اجي اقول لك ذا ديفيدند اوف، وادي لك المساله، انا مش عايز غير هو مين. تعال للراجل الجميل ده برضه عنده اسم، ماشي ها ها كوشنت. اتعود تقولها كتير لو انت بتخاف، كوشنت. في مشكله؟ يعني تخيل المساله دي انا مش عايز منك تحلها، انا ممكن اسالك مين الديفيدند فتقول لي 363، مين الديفايزر تقول لي 3، مين الكوشنت الانسر اللي تبقى موجوده. تعالوا بقى نروح نلعب وخد المفاجاه حبايبي، اسمع وتعلم. هاخد ال 3 مع ال 3 الاول، يبقى ببتدي من الليفت. 3 ديفايد 3 ايه ده حبيبي؟ انا بقول ديفايد مش تايمز، بعد اذنك ما تجاوبش بدون اذن، يبقى ده 1. طب هل يا مستر اخد تيبل 3 وافضل العب معاها شويه؟ ماشي يا حبيبي، اهو عشان الناس اللي اتعودت وانا مش زعلان اهو. لكن 3 ديفايد 3 اي نمبر بعمله ديفايد اتسلف فيها ايه؟ واروح جاي تحتها اكتب 3 واعمل ماينس. اسمعوا وتعلموا. راحوا مع بعض، باي باي. اروح اخد ديجيت جديد اقول لل 6 تعالي اعمل دروب لل 6، واخد ال 6 واعمل ديفايد، يبقى انا بقطع المساله 100 وبعدين 10 وبعدين 1. ايوه 6 ديفايد 3، اروح تيبل 3 اعمل لك تايم كام؟ مريم اخت هنا عامله لي كده شطوره 2، يبقى دي 6 واعمل ماينس جديد اهو. خلصنا؟ لا لسه في واحد تاني، اعمل له دروب 3 ديفايد 3، يبقى هنا الانسر 1 2 1، وده هو الكوشن. ادي حبيبي مساله الديفايد ما تخافش منها، وادي كمان عليها ثلاث اسئله. مين الديفيدنت؟ اقول له هو ده 363. مين الديفايزر؟ اهو. مين الكوشنت؟ الانسر اللي يبقى مديها لك، ولسه كمان في كلمه ار هجيبها لك دلوقتي ما تخافش. حبايبي اتعلم معايا، ما تتخضش من شكل المساله. يا مستر دي ديفايد، هتقول لي ديفايد 3 ديجيت مع 3 ديجيت؟ ولا بص كويس قول يا قمر. علي صوتك. استني بس، انت قلتي حاجه حلوه وبعدين قلتي حاجه وحشه. الاثنين زي بعض صح؟ تعال افكرك، لو قلت 5 ديفايد 5 اي حاجه على نفسها. شكرا. شفتي بقى؟ انت فاهمه بس متسرعه. ده هو ده نمبر على الاتسلف، نمبر على نفسه، يبقى فيها. شكرا حبيبي. تعال نكمل. بدأنا ندخل على فكرة جديدة، بيقول لي كلمة بارامتر. بارامتر يا رب تكونوا فاكرينه. حاضر حبيبتي، اديني ثانية بس. لما أقول لك حبيبي كلمة بارامتر أو لتر دي أهو، أنت عايزه بتاع إيه؟ قال لي إيكوالاترال تريانجل. إيكوالاترال، حاضر حبيبي. لو سمعت هتسمع equilateral triangle. كلمة حبيبي equilateral triangle يعني السايدز بتوعه equal. equilateral triangle جاية من كلمة equal يعني السايد بتوعه equal. كمل. السايد بتاعه ب 8، السايد ب 8. الراجل ده عنده كام سايد؟ اسمع يا ابني، يا عم بقول لك تريانجل، ايه ده بقى ما تسرعش. يبقى الراجل ده عنده 3، وكل واحد فيهم بكام؟ وانا عاوز ايه؟ والبارامتر بنعمل ايه؟ قول لي بعمل بلس. طب عندك كام؟ عندي 3، يبقى 8 و8 و8. طب في طريقه ثانيه؟ انت سايد تايم 3، اشمعنى؟ عشان انا عندي 3
وال3 ايكوال. ادي طريقه وادي طريقه اجيب بيها البارامتر. حد عنده سؤال؟ متاكد يا برنس؟ نكمل الاجابه تبقى 24 وعشان خاطر فريده هي سي ام وهو هيبقى كاتب لك سي ام سنتيمتر. اسمع يا مستر اتعود تقرا السؤال كويس. فاليو ايه ده؟ ما احنا لسه حللنا ولا انا غلطان؟ طب يلا مين عايز يقول معايا؟ يلا مريم. ادي الفايف. انت في بيت مين؟ بس انا عاوز الفاليو مش البليز فاليو. شكرا. 500. نيكست يا برنس. نيكست يا قمر. يلا بسرعه. ايه ده بقى؟ تخيل اللي احنا كنا بنشرحه جالك اهو يا عم السؤال. تعال بس اوريك. بص 40 ديفايد 8 ب 5. يا 5 كولد انت اسمك ايه؟ ايه ده؟ ده اللي انت كنت بتقول عليه؟ ايوه حبيبي امينه. ايه؟ كويجن؟ قصدي كوشنت. حلوه كويجن دي. يا كويجن انت يا كويجن. طيب اسمع يا بابا يلا بسرعه. ايه ده؟ مش احنا يا مستر لسه كنا بناخد التايمز وكان معانا الاخ احمد اخو هشام وكان معايا. بص 2000 ايكوال 2 تايم كام؟ دوريان. الله عليكي. معايا 3 زيروز يبقى 1000. حاجات دي يا بابا بتيجي في الامتحان. ايوه يا عم. ايوه يا عم. الاسئله جميله فهم وليست حفظ. وبلاش تتخض وحل اللي تعرفه وخلي اللي ما تعرفوش للاخر. يا رب نسمع الكلام. طيب ما انا خلصت يا دوريان. طب ما هو لسه اللي تحت لسه. ده انا مش شايفها يا دوريان. الله رجعنا تاني. بص يا حبيبي دي 2 ديجيت ودي 6. هل اروح اعمل درافت؟ صح. بس في الاجمل الناس الفاهمه الناس. اعمل ايه احمد حسام؟ معايا زيرو بوت زيرو واتبقى لي ايه؟ 5 تايم 6 30. حبيبي لما يبقى زميلك بيجاوب اسمع الكلام بعد اذنك. اسمع زميلك وسيبه يقول. يلا مع بعض لسه وما كملناش عندنا حاجات جميله تاني. بص يا قمر تايمز بلا بلا بلا. يعني انا ايه النمبر اللي اعمله تايم 4 ايكوال 240؟ تعالوا نتعلم بفهم. مش انا هنا لقيت زيرو؟ اروح واخد الزيرو خدته. مين اللي اتبقى؟ 24. اروح رايح لتيبل 4. يا 4 اعمل لك تايم كام؟ طب ممكن نهدى عشان نسمع بعض؟ انا مبسوط على فكره مش زعلان ان انتوا عارفين بس انا حابب نسمع بعض. ايه ده؟ بص كده واتعلم اتعلم. بص يا قمر. بص يا حبيبي put your hand down please عشان زمايلك اللي ورا يشوفوه. هنا 20 تايم 5 لقينا منها كام؟ 2. يبقى ال 2 دي اهي. يبقى مين اللي ما خدناهوش؟ امشي معايا واحده واحده. دي 20 لقيت 2 يبقى مين اللي ما خدناهوش؟ اهدوا يا بابا اهدوا حبايبي. هي يا بابا الزيرو. ادي اول حاجه يا ابني اتعلم. مسالتك فهم وليست حفظ. دي 20 بقت 2 خدت ال 2 اهي يبقى اتبقى لي زيرو. في مشكله؟ يبقى انت خدتك. مين اللي ما خدناهوش بقى لسه؟ 5. يا حبيبي عشان خاطري اتعلم فهم مش حفظ. طب نقول تاني. بص يا بابا 300 تايم 7. بص يا حبيبي لقيت هنا 3 وبقول تايمز. انا بفهم صح؟ هنا ال 3 اهي يبقى مين اللي ما خدناهوش؟ ها؟ 2 زيروز اهم وكمان بس حبيبي بس يا بابا. هو الراجل ما بيقولكش ايكوال كام؟ ده انا عايز الانسر. حد عنده سؤال؟ متأكد؟ طب يلا بينا نكمل.
بصوا بقى، دخلنا على ليفل جديد، كل مره بزود لك الافكار بس صح معايا. ثواني يا امرايا بعد اذنك. حبيبي انا عندي حاجه اسمها برايم نمبر، وعندي حاجه اسمها كومبوز. الراجل ده لحظه، حاضر يا داليا شايفك. انا عايز بس اعلمك حاجه تانية. الراجل ده عنده تو فاكتورز، الراجل ده عنده مور تو فاكتورز. طب انت ليه بتقول لي كده؟ اقرا السؤال. يا فايف هاز، انت عندك كام فاكتورز؟ ها؟ تو. اشمعنى تو؟ اقول له بقى عشان البرايم انت قلت لي كل يوم اقول لهم. يلا مع بعض. 5 و 7 و 11 و 12 كفاية. اسمع بقى، يبقى على كلمة برايم عندي سؤالين. يا برايم انت عندك كم فاكتورز؟ يا برايم انتوا مين؟ احنا دول. وفي تاني؟ كومبوزد، انت عندك كم فاكتور؟ برافو عليك. طب ما نقولها بالانجلش، مور تو، يعني ممكن يبقى عنده 3، عنده 4، عنده حاجات كتيرة. تعالى بقى نرجع للسؤال. يبقى دي مسألة 2 3 ودي الرابعة. يا 5 انت عندك كام فاكتورز؟ اشمعنى؟ اقول له عشان انا في عيلة البرايم. فين؟ مش حفظ. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ نكمل؟ يا الله حبايبي، عندنا حاجات جميلة برضو هنراجعها تاني. بصوا بقى، أعتقد البلس دي احنا قلناها؟ لا خلاص بقى يا مستر، احنا خدناها. ناخد حاجة جديدة عشان ما نضيعش وقت. طب التايمز دي، تعالى بقى بص معايا. احنا قبل كده قلنا في حاجات تايمز مش لازم أعمل لها درافت، صح الكلام؟ اسمع بقى يا قمر، أنا عاوز 3 تايم 2000 حضرتك تعمل درافت. ادي 2450 هعمل لها تايم 3. اتعلم لو سمحت، اصل المساله دي ممكن اجيبها لك بار. ايه ده ينفع؟ قال لي تعالى واعلمك، عشان احنا عندنا السؤال ليه اكتر من شكل. بالك لو سمحت، ده اسمه بار. ايوه، لما اجي اعمل مالتبلاي ممكن انا اقطع، اقسم، اخد ال 1000 لوحده وال 100 لوحده وال 1 وال 10 لوحده. هنحل الطريقه دي ونحل كمان بتاع البار. اسمع يا قمر، لما اجي ابتدي اقول، انت قلت لي البلس ابدا بال 1، الماينس ابدا بالونس، التايمز ابدا بالونس، يبقى 3 تايم اي نمبر تايم 0 ايكوال 0. شكرا، بالراحه. 3 تايم 5 15. الله، ما اكتبش ال 15 كلها، 5 وكاري 1. اكمل، هل بعمل دول بلس؟ لا، ولا العب معاهم. اخد 3 تايم 4 12 بلس 1 13، ادي 3 كاري 1. 3 تايم 2 10. حبيبي اهدى. 3 تايم 2 6 بلس 1 تبقى، وتكتب حضرتك الانسر. تعال بقى نروح هنا، ممكن يجيبها لي كده. اسمع يا بابا، ده بيعمل تايم معايا كام؟ 0. يبقى اعمل بوت 3 0 و 3 تايم 2. معايا كام؟ 0. يبقى بوت 2 0 و 3 تايم 4. معايا كام؟ 0. 1. يبقى بوت 0 و 3 تايم 5. وبعد كده حبيبي بنعمل بلس. شكرا حبيبي. ادي طريقه حضرتك المفروض
تحل بالطريقتين النهاردة، لكن بكرة حسب السؤال وبس. حبايبي، من ضمن الحاجات اللي بتزعلوا منها لما تجيلك وورد بروبلم، لما تجيلك جملة زي كده، حبيبي اتعلم اقراها. يا مستر انا ما بعرفش اترجم. مش محتاجين ترجمة، عشان احنا عندنا شوية حاجات لو لقيناها هنقول نعمل ايه. تعالوا مع بعض نشوف. هاني هاز، بلاش هاني، اكتب اسمك. وهاز يعني انا معايا بس كده. يبقى I have كذا. He divide. ايه ده؟ ده راجل طيب قال لك divide. The money equally between three friends. معايا ست سندوتشات اوزعهم على ثلاثة زمايلي. I have، وانا هعمل divide equally three، يعني هدي كل واحد قد التاني. كده انت عرفت ايه مسألتك ولا ما عرفتش؟ خد. طب استنى، بص بقى، اسمع حبيبي والنبي. لما الاقي في اخر الجمله of each، علمتك كلمه each وانت صغير، يعني هعمل divide. ايه كمان؟ لو لقينا كلمه distribute برضه حبيبي هنعمل ايه؟ يبقى دي كلمه divide. divide each divide distribute divide. في مشكله؟ تعلم بقى. تروح جاي حضرتك تقول انا هاخد ال 5000، سوري، هاخد ال 2532، هعمل لها ديفايد 3 وامشي. ادي اول حاجه. نعيد تاني. تعال بقى نشوف ازاي نعمل ديفايد. ايه ده؟ يبقى احنا كده اهو في المراجعه خدنا اكتر من فورم للديفايد. بص حبيبي اهو، حبيبي ادي 2 5 3 2 و 3. اسمع وتعلم. ابدا 1 ديجيت مع 1 ديجيت من الليفت. 2 يا 2 ينفع اعمل لك ديفايد 3؟ لا، عشان انا سمولر 3. عشان ال 2 اصغر من ال 3 اخد 2 ديجيت. اتعلم انك تروح اشرح. طب انا مش عارف. حاضر، اروح رايح تيبل 3 واقول لها يا 3 اعمل لك تايم كام عشان تديني 25 اور كلوز لل 25. لكن مور 25 اقول له لا. عايز حاجه قريبه من 25 لكن مش اكبر منها. قول يا قمر. الله عليك. 8. اشمعنى؟ الله. يبقى كتبت ال 8 واحط ال 24 تحت. هو ده اللي انت هتعمله هنا. يبقى دي بعملها ليك انت. يبقى حضرتك 25 اكتب ال 8 اب، 24 داون، ماينس، واعمل ماينس. الله عليك حبيبي، عشان خاطر يروح حل النهارده اللي انا بقوله ده. توقف الفيديو عند كل مساله. يا مستر انا النت بايظ، هدي لك بوكلت. يا مستر مش عارف الانسر، هدي لك الانسر. مالكش حجة. طب الورق كان صغير، عملت لك بوكلت كبير. مش باقي بقى غير ان انا اروح احل لك في المشمش طبعا. هعمل ماينس، يبقى هنا 1. خلصنا؟ لا. اروح اعمل ايه؟ نازل اعمل دروب لل 3 وبكرر تاني. يا 3 هعمل لك تايم كام عشان تديني 13 او كلوز لل 13؟ قول يا استاذ حمزه. ما انت رفعت ايد. بفكر. عمر. الله عليك. وتسال 3 تايم 4 بكام؟ 12. اروح كاتب ال 12 تحت ال 13 وال 4 اب واعمل ماينس. في مشكله؟ يلا نكمل. 1. خلصت؟ لا. اعمل دروب تاني. كل يبقى انا خدت حاجه. لسه اعمل دروب. لسه اعمل دروب. بقيت كام؟ الله، ده انا لسه قايلها بكام؟ أوه. شكرا. يبقى الانسر بتاعتي الكوشنت بقت 844. ادي حبيبي المساله. كررنا مرتين. اهو. حد عنده سؤال؟ روح لو سمحت. ابدا خد الامتحان واحده واحده. حل بالراحه. نسيت
روح للفيديو. طب مش عارف، بص للانسر، قول يا قمر. حبايبي عندي افكار تانية. ايه ده؟ فاليو. احنا قلنا الفاليو ولا ما قلناهاش؟ يعني هنشوف الفور هي موجودة عند مين؟ دي الفور. شوف قبل منها كم ديجيت. لا مش هحل، هسيبك انت تحل وتبعت لي. تعال بقى ندخل على المجموعة التانية دي اللي كان زعلان منها حد اسمه عمر. تعالى، ما اعرفش عمر حمادة اي حد. اسمع حبيبتي، اسمع بس. ليتر وملي ليتر. اسمع السؤال ده، كنت كل ما اجي اشرحه بالاربع افكار بتوعه. اسمع وتعلم. بدل الليتر كان ممكن الاقي كيلو جرام وهنا جرام، كان ممكن الاقي كيلو متر وهنا متر، كان ممكن الاقي هنا طن وهنا كيلو جرام. يا مستر الاربع حاجات دول بيتحلوا زي بعض؟ اقول له نقول تاني ليتر ملي ليتر. اسمع، كيلو جرام جرام، كيلو متر متر، طن كيلو جرام. قول يا قمر، كنت عايزه تقولي حاجه؟ اصل شايف ايدين رايحه جايه. اتفضلي يا اختي. ولا كنت بتشمري مين؟ طب تعالوا كده نشوف الانسه قالت ايه؟ قالت 560، مش قلتي كده؟ بس هي مش كده. قول لي ليه بقى؟ ثواني يا عم. طب خلاص ثواني يا دوريان، عشان انا بشرح وهنلاقي تاني. يا حبايبي لما نلاقي حاجه من الاربعه دول، اسمع بس، بص 1 2 3 كوما. اتعلم عشان خاطري، افهم ما تحفظش. تقول له دي عيله خالته سوسه. الراجل اللي لقاه مع الطن احطه في عيله خالته سوسه. النمبر اللي مع الكيلو متر مع خالته سوسه. النمبر اللي مع الكيلو جرام خالته سوسه. النمبر اللي مع الليتر خالته سوسه. شكرا، يبقى دي 5. صعب الكلام ده؟ النمبر اللي باقي ارميه في عيلة الوانس. 1 2 3 يبقى دي 600 اهي. طب يا مستر دي كانت 6 بس، احطها في الوانس. كانت 15 يبقى 1 و 10. ادي يا حبيبي كل الافكار اللي ممكن تقابلك. طب ينفع يجيبها لي بشكل تاني؟ يبقى طبعا الانسر بتاعتي هي 500 600. بص بقى اللي جايه دي. طب انا هعمل كده، بص يا قمر، 3 وادي 20 مثلا كيلوغرام، معايا كام كيلوغرام ومعايا كام جرام؟ كيلومتر معايا كام ومعايا كام؟ لتر معايا كام وملي لتر كام؟ طن معايا كام كيلوغرام سوري معايا كام طن ومعايا كام كيلو جرام؟ اسمع وتعلم يا قمر. حاضر حبيبي. اقول له لما تجيني كده، الموجود في عيلة خالته سوسن يبقى ده كيلو جرام، اروح حطه هنا. الموجود في عيلة خالته سوسن يبقى هو الكيلومتر. فهمتوا اللعبة؟ والباقي ارميه الناحية التانية، وما انساش ان انا بفهم مش بحفظ. يبقى ممكن الفورم ده او الفورم ده. حد عنده سؤال؟ اتفضل. هو احنا ليه ما حطيناش الزيرو مع التمانين؟ ما ينفعش. فين الزيرو ده حبيبي؟ قصدك هنا؟ ماشي. طب لو كتبته ملوش لزوم، امتى يبقى له لزوم؟ في المسألة هنا. اشمعنى؟ عشان دول كلهم مع بعض. يعني هنا شايف دي؟ لو انا حاطط هنا ادي 3 وادي 20 ورحت جاي عامل كده وحاطط مثلا ملي ليتر، هل ينفع اكتب كده وكده؟ لا. لكن انا عشان فاصلهم ده لوحده وده لوحده فممكن ما احطش الزيرو. لكن هنا هل عيله الوانس عندها عيلين اتنين بس؟ يبقى لازم احط الزيرو. فهمت الفرق؟ حبايبي رجعنا تاني مسألة ديفايد. عايزك تحب الديفايد. الحاجة اللي انت بتخاف منها حل عليها كتير، مش كده وبس، واشرح، اتكلم. انا عايز ديفايد، اعمل لونج ديفيجن. ينفع؟ 4
8 ديفايد 4. حضرتك قول ابتدي من الليفت اخدهم واحده واحده بس كده. 4 ديفايد 4، 4 على نفسها، ده اللي على التليفون قالت انا عايزه وحطت لي الكمامه في بقها. مش انت قلت عايزه حلم؟ طب حبيبي معلش يا اخوانا، داليا جالها زهايمر. قولي يا امينه يا مريم سوري. 4 ديفايد 4 1. حبيبتي انت قلتي احل، جيت ابص لك ما ردتيش. طب بس يا مريم اتفضلي حضرتك، ما هو انا مستنيك حضرتك والله. اروح كاتب 4 وماينس باي باي، اروح عامل دروب للتو. التو بس؟ ايوه انا باخد ديجيت ديجيت. يلا نلعب 2 ديفايد 4 ينفع؟ لا شكرا، ما عنديش حاجه اسمها لا. اجي اب زيرو وما نزلتش بيدي فاضيه. اتعلم الحته دي كمان مره. خلصنا الفور، اطلع اخد ديجيت جديد 2 يا 2 ديفايد 4 اعمل ايه؟ زيرو اب ما نزلتش بيدي فاضيه، خدت اخر واحد الايت. ابدا بقى اقول له 28 ديفايد 4، اروح تيبل 4. قول يا بابا اللي يجرى لك حاجه. حاضر، مبسوط كده؟ حاضر يا حبيبي. شكرا يا دنيا. حبايبي رجعنا تاني لفورم جديد مديني 9 مليون مش عارف كام ثاوزن و5. عايز ستاندر 4. انت درست ستاندر 4 ودرست وورد 4 ودرست اكسباندد 4، تعالوا نراجع الثلاثه مع بعض. ثواني يا برنس، ثواني يا امرايا. ها حبايبي، طيب اول هام تعالوا كده هنعمل ايه؟ نمشي واحده واحده. حاضر، قول يا ادم واحده. ها يا حبيبي اللي هي رقم بي. شكرا، ادم اختار بي. ها يا دريان بي. ها بي ها بي بي. حلو الكلام، اسمع بقى يا صاحبي، انا عايز دلوقتي العب معاك لعبتين. افرض ما كانتش تشوز، كانت كومبليت، يبقى لازم اعرف احل، مش كده؟ تعال نقول معايا بيت المليون وبيت الثاوزن، هفكرك باللي كنت بعلمهولك زمان. 1 2 3 كوما 1 2 3 كوما 1. ادي عيلة المليون وادي عيلة خنتوساوسن وادي عيلة الوانس. معايا 9 مليون يبقى احطها في عيلة المليون. معايا 1000 12 احطها هنا. اسال حمزه اسيبها 12؟ حمزه حبيبي اسمك حمزه. ايه ما بيعرفش والله، واخد كل الادوار. ها انا غلطان؟ لا ها زيرو. شكرا. انا غلطت زيرو غلطت كده والله. بابا انا كنت بسالك على فكره. ما انا عارف ان انت قلت ايه مش عارف. ادم ايه اللي باقي لي يا ادم؟ فين اكتبها يا ادم؟ اكتبها هنا يا ادم؟ طب هنا؟ لا. طب هنا؟ أوه. شكرا. هل خلصت؟ لا. لا ليه؟ عشان مفيش تنس، مفيش 100. جبت زيرو. اهو كده. اسمع بقى، عندي فكره ثانيه. افرض ما قالش ستاندر 4. اسمع لو سمحت، اسمع حبيبي. افرض قال لي انا عاوز اكسباندد. بص بقى، اكسباندد دي 9 مليون، يبقى 9 ومعاها دي 6 زيرو. طب في طريقه ثانيه؟ ايوه. اسمع يا بابا، 9 تايمز يا بابا. اسمع اسمع حبيبي لو سمحت، اهو ممكن تجيني دي او دي. بص بقى بلس، يعني قصدك دي ممكن يا بابا اسمع تجي لك بالشكل ده اهو. اتعلم. ودي تجي لك هنا السبيس. حبيبي كل شغلك فين؟ هاجي اكمل. انا معايا 12000، يبقى دي 12 وادي 1000. كان ممكن يعملها 10000 و 2000. بس خليني امشي معاك بالاخر. اخر حاجه 5. تعال نقول بقى بعد كده بلس، ادي 12
وادي تايم 1000. حبيبي انا عايز النهارده تبقى معاك كل الافكار. ادي حبيبي اكتر من شكل ستاندرد اكسباندد باكتر من فور، ودي اسمها يونت فورم. اسمع بابا تقولش صدى صوت، يونت فورم يعني اكتب الوحده بس. حد عنده سؤال؟ نقول تاني؟ طب افرض كان عايزها وورد فورم. ايه ده؟ هو لسه في تاني؟ اه دي ايه؟ يبقى اكتبها ناين واكتب المليون كوما. ها؟ اهدى حبيبي 12. اهدى حبيبي ودي خالته سوسن. ها؟ 5. ادي حبيبي ادي وورد فورم وادي اكسباندد وادي يونت فورم وادي ستاندرد. هم دول الاربع حاجات المقررين عليك. طيب حبايبي معانا امينه، يا رب تطلع لها صوت. اتفضلي يا اختي. هنا بيقول لي 81 تايم 25 25 تايم از 81. هو انت عايز نعمل تايم از؟ لا، هو الراجل بيقول لك البروبابيلتي دي ايه هي؟ استنى بقى، هو احنا خدنا كام بروبابيلتي؟ خدنا 3. اسمع بس. حاضر يا حبيبي. امينه بابا على التليفون. امينه ما سمعتش الصوت بقالي سنه بابا. اتفضلي يا استاذه. كوميوتيتيف، تعالوا نشوف ليه اختارت امينه كوميوتيتيف؟ قول يا ادم. عشان هو بدل او عمل ريبليس، جاب دي مكان دي ودي مكان دي. طب اسمع يا برنس، لو لقيت، بص حبيبي، لو لقيته عمل كده مين البروبابيلتي دي؟ عشان انا ما اتعودتش على النظام ده. بعد اذنكم احنا بنسمع بعض على انه عروس. قول يا دوريان. اول ما الاقي البرانتسيز او البراكت اسوسييتيف. طب لسه عندي واحده تاني؟ اه. اسمع يا بابا، لما اعمل كده او اعمل كده، اسمع دي اسمها اديتيف ايدنتيتي او نيوترال، لكن دي اسمها مالتبلاي زيرو. في فرق في التايمز عن البلس. حد فاهم حاجه؟ نقول كمان، نقول كمان. طب لما اقول 5 تايم 1، بص بقى، زي ما الزيرو اديتيف ايدنتيتي، ال1 مالتبلكتيف ايدنتيتي. تعال نقول تاني، الاديتيف ايدنتيتي ادور على المالتبلكتيف ايدنتيتي، لازم الاقي ده بلس، لكن ده تايمز. بالراحه من غير ما نصور. حد عنده سؤال؟ نقول تاني ريبليس يبقى كوميتيتيف براكت اساسيتيف بلس زيرو تايم از 1. باي باي حبايبي. ادي كمان اوردر اوبريشن حلينا 3 ماينس. في حد ما يعرفش يعمل ماينس؟ خدناها حبيبي، نحطهم رايت داون تحت بعض ونحل. هسيبك برضو تحل. ديفايد خدناها؟ يعني هنا لما يبقى في 2 زيروز نعمل لهم دروب وتبقى مسالتك 27. مساله شيك، فهم مش حفظ. اديني بقول لك اهو. بص تاني، عندي جرام وكيلو جرام، نعمل ستوب. اهدى يا برنس، اهدى يا برنس واسمع، اهدى يا برنس واسمع. جرام، مليليتر، متر. بص حبيبي، بص يا بابا، هنا جرام. بص بقى، لما يبقى جرام عايز يبقى كيلو جرام، يعني عايز يكبر، اقول له اعمل ايه؟ ها؟ كنسل، اعمل ديليت، اعمل كروس، احذف. 3 ايه؟ باي باي باي. يبقى لو لقيت جرام عايزه كيلو جرام، اسمع يا بابا وتعلم. مليليتر عايزه ليتر، متر عايزه كيلو متر، كيلو جرام عايزه بالطن،
هتقول له اعمل ايه؟ كنسل. كنسل. ثري زيرو او احذف. اعمل ديليت للثري زيرو. كروس اوت. برافو عليك. طب يا مستر ممكن دي تيجي بشكل تاني؟ قلناها بس انت اللي ناسي في الاربعه الاولانيين. تعالوا كده مع بعض بس يا حبيبي. الناس اللي جايه تموت تروح تموت في بيوتها. اوه متأمل يا مستر. اسمع حبيبي احنا خلاص قربت اخلص. اسمع يا بابا ما تنسينيش وما تمشيش غير لما اكون رجعت لك كل حاجه. حبايبي لقينا كلمة أبروكسوميت، لقينا كلمة راوند، لقينا كلمة نيرست. تسأله أنت عايز تعمل نيرست لمين؟ حلو. ممكن يبقى 10 و 100 و 1000 وكل حاجة. اسمع بقى حضرتك تروح للنمبر وتقول مين في بيت التنس؟ 4 انت حبيبي. الله. واروح لمين؟ لقيتك كام؟ ما ينفعش نقول مع بعض. واحد قال التاني يسمعه. ممكن بعد اذنكم اتعلموا بنسمع بعض. يبقى تاني انا عايز نيرست تن. اروح لمين في بيت التاني؟ فوق نعملها اندرلاين ونسيبها. انا مبسوط بيك يا احمد يا حسام. والله مبسوط بيك قوي. يبقى رحنا للفور ما نلعبش معاها. اروح للي جنبها اقول يا دوريان. يا ايه انت طلعتي ايه؟ مور. تعمل ايه لما تبقى مور؟ تدي الراجل اللي واقف ده وان، وبعد ما تديه تمشي وبوت زيرو. بص بقى يبقى الفايف دي ما لعبش معاه، والسكس ما لعبش معاه، والفور بقت فايف، والايه زيرو. باي باي. ادي حبيبي لعبه النيرست ابروكسوميت. انت عايز لمين؟ اعمل له اندرلاين. لو قال لي 100 كنت اروح لل 6، لو قال لي 1000 كنت اروح لل 5 اند سو اون. مساله هديه في الامتحان، اوعى تتسرع. حبايبي معايا دي واور. اسمع بابا احنا قلنا الاور والمينت بال 60. طب الدي والاور حضرتك افتكر هو يومك في كام اور؟ بس ستوب. يبقى لما اقول لك 1 داي حط تحت منه 24. طب 2 دايز 24 و24 منهم بلس. في مشكله؟ كمل. اند ادي بلس 5 يبقى الداي ب 24 اورز. احمد انت شايف؟ طب لما انت مش شايف حبيبي وانا اللي هسالك يا بابا تاني. ده داي وده اور. يا دي عندك كام اور؟ عندي 24. كلمة ان يعني بلس، وادي 5 واعمل بلس. ادي حبيبي. نقول تاني؟ نقول تاني؟ لا. ريكتانجل عايز الاريا قلناها؟ طب انا نسيت. انا نسيت ومش عايز الانسر، عايز اعرف احل. احلها ازاي؟ شكرا. length times eight times five. ايوه مستر. عشان خاطر حبايبي عشان خاطري اكتب الرول وبعدين حل عشان ما تخسرش الدرجه. افرض غلطت في دي هيبص لدي يعرف انك فاهم يا حبيبي. يا رب نسمع الكلام ما تحلش على طول. لو في رول فورمولا اكتبها. اسمع الكلام براحتك يا حاجة. انت حرة. اللهم بلغت. بس يا عم تعالوا نشوف حاجة تانية. ايه ده يا مستر؟ استنى بس، هو احنا خدنا حاجة زي كده؟ يا عم استنى. لا يا ابني الاول انت عارف مين الفاريبل في المسألة بتاعت واي ماينس؟ انا عارف. طب اصبر بقى. حاضر حبيبي انا عارف ان انتوا كلكم عارفين مين الفاريبل هنا. فاريبل. فاريبل حبيبي يعني الليتر. مين هو؟ الواي. حلو.
انت عايز ايه؟ فاليو. يعني يا واي انت بكام؟ خدناها؟ الله يا حبيبي اديتها لك بكل الطرق. انا عايز اكتب بلس 300. الله، مين اللي كان بيتكلم؟ شكرا يا حاجه داليا. تاني. طب حاضر، تاني نقول تاني. الاثنين دول كلوز جنب بعض، وهنا ماينس، اعمل لدول بلس. الواي هاخد ال 300 وادي كمان 250. اسمع يا بابا عشان نخلص، ادي الوانس مع الوانس، التنس مع التنس، الهندرد مع الهندرد، او حطهم رايت داون. اسمع يا بابا، تعال يا مستر نشوف فكرة جديدة. اسمع يا بابا، بيقول لي البرامتر بتاع السكوير، هو احنا خدنا رول على البرامتر؟ انا نسيته، مين فاكر؟ قول حبيبي. شكرا حبيبي. ها؟ سايد بلس سايد. سايد تايمز فور. ها؟ الله عليك، سايد تايمز فور. بلاش باي يا دوريان، انا ما قلتش غلط على فكره. هو انا قلت غلط؟ انا بسمع كل حبيبتي. يبقى برامتر السكوير السايد تايم فور. السايد بكام؟ 6. يبقى 6 تايم فور بكام؟ من غير ما نطول. بس يا حبيبي. ما انا عارف ان انت تعبت وانا خلاص خلصت. اه حبيبي. اسمع يا بابا، خلاص ان شاء الله قربنا. اسمع يا قمر، مين اللي سمولست برايم؟ ها؟ تو. طب مين الايفن برايم؟ تو. ممكن اجي اقول لك اول برايم؟ تو. قول يا ابني اسمع. وان. يا ابني اسمع. لا اول برايم. يا ابني اسمع. اول برايم اود اكسبت. اسمع يا بابا واتعلم. يعني السؤال ده ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده. اه السمولست برايم هو الايفن برايم، هو كل النمبر البرايم اود ما عدا التو. يا رب نسمع الكلام، ولما اقول بس هي بس. حبيبي اديني بقول لك مساله الديفايد مش صعبه، ما تخافش منها. ادي مساله ديفايد، هل هو عايز نعمل ديفايد؟ يا من انت كريم يا رب. الراجل ده بيسال على ايه؟ بيقول لك مين الديفايزر؟ فانت لازم تبقى عارف ديفايزر، ديفيدند، كوشنت. خليك واد بيفهم. احمد اخر واحد مش شايف يا عم، اما انا اقول لك حرك الكرسي. طب حبيبي مين الديفايزر؟ طيب استاذ مالك، فريده، داليا، شكرا. ادي يا مستر الديفايزر. مساله سهله. اه يا بابا صدقني امتحانك فيه مش حفظ. انت ممكن تقول لي احفظ الرول الفورمولا بتاع الاريا بتاع البارامتر، لكن بعد كده حبيبي كل شغلك فيه. يا رب نسمع الكلام. طيب تعالوا كده نشوف احنا خلصنا ولا لا. اعتقد بصوا بقى المساله دي جميله. واحد سالني سؤال قال لي كلمه مالتيبل، قلت له ما تقلقش هشرحها لك. لما اقول لك مالتيبل اوف 5 يعني تيبل 5. طب هنا ال 35 تايمز كام؟ 6. حاضر كده ارتحتوا. تعالى بقى راجع لك كلمه مالتيبل. لما اقول لك حبيبي مالتيبل اوف مثلا 2، اقول له لما جيت تشرحها لي قلت لي ها؟ لا ده الفاكتورز. شوف انا سبتك اهو. لما اقول لك مالتيبل تقول لي ابتدي بالزيرو والنمبر، وكل مره زود 2 كمان مره. مالتيبل اوف 5 مثلا، ها يا حبايبي ركز معايا هنا. مالتيبل اوف 5، مالتيبل اوف 5، ها؟ ها يا امينه. طب حبيبتي شكرا. مالتيبل اوف 5
اقول له 0 5 وكل مره زود 5 مالتيبل اوف 6 0 كل مره زود 6 طبعا ده ملوش 3 لازمه يعني انا لما اشاور عليك تقف متنح وما تجاوبش لكن اول ما زميلي يجاوب ادخل في الزحمه واقول اي كلام هو ما حدش يسمعني طريقه غلط في فرق بين مالتيبل وكلمة فاكتور. لما أقول لك فاكتور أوف 6 تقول لي 1 و 6 وبعدين أشوف أي تو نمبرز أعمل لهم برودكت يدوني 6. أما المالتيبل زيرو النمبر وكل مرة زود النمبر. ده الفرق بين مالتيبل وفاكتور. هو ممكن يجيني حاجة زي كده؟ آه حبيبي لسه عندي فكرة تانية. تعالوا نقول اخر حاجة عشان اقول لكم باي باي مش عايز اشوف وشكم تاني. لما قلنا جي سي اف او الجريتست كومن فاكتور اسمع حبيبي لو سمحت الراجل ده مديني 10 و 15 هنلعب لعبة جميلة ايه هي؟ هناخد ال 10 نفكها بس لو سمحت اسمع يا وانت بتفكها اشتغل برايم يعني ايه يا مستر يعني لو سمحت ما تجيبليش لا 1 ولا النمبر يبقى حضرتك بتسال هي ال10 كم في كم يديني 10 حاضر اخت مريم اتفضلي ايه شفتي سم قالت ايه قالت 5 و5 مع ان انا بقول هنعمل تايمز يا طارق طيب يبقى انا سمعت غلط فهي تعلي صوتها نزلي ايدك يا دوريان تبتدي تسال هل دول في عيلة البرايم؟ يبقى خلاص خلصت. أروح لل 15 هل ينفع آخد 1 و 15؟ باخد برايم، حاضر يا حمزة. يبقى دي 3 ودي 5. قبل ما أمشي وأسيبها أسألهم أنتوا برايم؟ بس اتعلم الطريقة عشان لازم تعمل ستيبس. أديني بقول لك أهو. تروح جاي تكتب ال 10 ايكوال فكتها 2 تايم 5 تحتها اكتب 15 اتعلم انا فكيتهم بس وانا بنقلهم اكتب اللي زي بعض تحت بعض شكرا يعني انا دي 3 تنفع اكتبها تحت ال 2؟ لا طب ينفع اكتبها تحت ال 5؟ يبقى اكتبها لوحدها بره اتعلم الكلام ده هتاخده في جريد 5 وجريد 6 يبقى انا خلصت دول اهم رحت للثانيه 3 استنى ما يتم ما تحطهاش تحت ال 2 ولا تحت ال 5 ما فيش حاجه ان شاء الله ما في اكتبها لوحدها باقي لي ال 5 اهي تحت ال 5 حبيبتها نقول 10 نقول 10 بص بقى الجي سي اف بحب البيجر اخد الكومن يعني اللي زي بعض هل ينفع اخد ال 2؟ لا طب ناخد ال 5؟ اه ينفع اخد ال 3؟ لا شكرا اول ذا بيست شد حيلكم اشوفكم على خير السكند ترم